السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حموصة.com. مرحبا بكل الزوار وأعضاء وإداري المنتديات والمواقع العربية. مرحبا بكم في عالم أو مجموعة فيديوهات تجارب الشراء من الانترنت. هذه تجربة سوف نخصصها لشراء جاكيت من الانترنت، والجاكيت الذي سوف نقوم بشرائه ومتخصص أو نوع جاكيت رياضي. الموقع الذي سوف نشتري منها عادة هو موقع الإكسبرس. ما سوف نحتاجه هو بطاقة فيزا أو ماستر كارد، عموما بطاقة تدعم الشراء من الانترنت. الطريقة سوف نطبقها الآن أو سوف نشرحها الآن. سوف نختار أي متصفح انترنت، جوجل كروم، موزيلا إلى آخره، أو أب سفاري إلى آخره. سوف نختار موزيلا فايرفوكس. سوف نذهب، أنا قمت باختيار جاكيت مسبقا. سوف أقوم بتطبيق الدرس عليها. أنتم أيضا يمكنكم اختيار الجاكيت التي ترغبون بها، وهي كتابة مجرد كتابة جاكيت هنا. سوف تجدون العديد من العروض كما تشاهدون معي في القائمة التي توجد فتوجد في اليسار. سوف تجدون مان جاكيت بالنسبة للرجال ومن بالنسبة للنساء. سوف نقر على مان جاكيت. هذا هو الجاكيت الذي سوف نقوم بتطبيق الدرس عليه، نوعا ما رياضي. ايتم تيب و اوتوير كوس. تايب جاكيت، نوع او النوع المنتج هو الجاكيت. الجنس خاص بالرجال. ستايل هو فاشن. المادة التي تم صنع الجاكيت منها هو قطن. كولر او اللون موندرين كولر، هناك لونين على ما اظن، لون ابيض ولون اسود. منس كلوتين الى اخره. هنا معلومات حول المقاس. نقطة جد مهمة، وهو ان المقاس الصيني يختلف عن المقاس الذي يتم اعتماده او الذي يتم اعتماده في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا، لان المقاس الصيني نوعا ما صغير عن المقاس الذي يتم استعماله مثلا في المغرب. لذا يجب عليكم ان تختاروا المقاس الذي يناسبكم. كيف يتم ذلك؟ وان تقوموا بقياس ملابسكم وارسال المقاس الى البائع عن طريق هذه او هذا الزر. تقوموا بالنقر على كونتاكت ناو. تقوموا بكتابة المقاس الخاص بكم او مقاس الوزن، الطول هكذا، ما يخص الطول. الوزن فيما يخص ويت، قم بكتابة مثلا وتقوم ايضا طريقة وهي بقياس الكتفين. سليف شولدر الكتفين، اللنت فيما يخص طول الجاكيت، والسليف على ما اظن فيما يخص من بداية اليد، مخرج اليد الى الكتف. ايضا كما قلت انا يجب عليكم ارسال الوزن والطول وكذلك هذا المقاس كما هو موضح في الصورة. يجب عليكم النقر او تختاروا المواصفات. فكما تشاهدون معي هناك لونين، اللون الابيض واللون الازرق. سوف نختار اللون الابيض. المقاس لدينا ميديوم ال اكس ال اكس اكس ال. كمية لدينا هنا قطعة واحدة، قطعتين آخرة. سوف نختار فقط قطعة واحدة. أحب أنشر نقطة جد مهمة، وإن احتجتم إلى الدعم أو إلى مساعدة كل ما عليكم وتنقروا على تقوم بالنقر على هذا الزر سيلر أونلاين، وتقوم بالنقر على البائع، وسوف تنبثق لديكم هذه الشاشة، وسوف يتم فتح هذه الشاشة كما قلت، وسوف تتحدثون مع البائع، وسوف يقدم لكم الدعم فيما يخص معلومات وتوضيحات حول المقاس، حول الشحن، كم سيأخذ من الوقت إلى آخره. عموما بالنسبة لمن يقومون بالشراء وسيصلهم المنتج للمغرب، فمدة الشحن تصل إلى 30 يوم، لكن غالبا تأخذ 10 أيام حتى 15 يوم. بما أننا نقطع في الدار البيضاء، فمدة الشحن تقريبا تأخذ 10 أيام حتى 15 يوم كأقصى بالنسبة لمن يقطنون بالجنوب. على أظن العملية قد تأخذ
20 يوم الى اخره. المهم هو ان الشحن المجاني كون العمل تاخذ اكثر من 20 يوم فهذا ليس بالمشكل. مع الشحن المجاني سوف نتوكل على الله ونقوم بعملية الشراء. سوف نختار اللون وهو لون ابيض المقاس XL. كما تشاهدون معي بشكل اوتوماتيكي يتم تحديد الثمن. في حال ما كان الشحن المدفوع سوف يتم كتابة هنا الثمن الاجمالي. سوف نقوم بالنقر على باي ناو. انا لن اقوم بدفع هذه الفاتورة حاليا سوف نتأخر. هذه الخاصية خاصة جديدة لم يكن اعتمادها قديما. لم اظن في خضم هذه الايام تم تحديدها. ماذا سوف نقوم به اليوم؟ وانا سوف نتأكد من ان الفاتورة هي هذه $23.17. المدن هذا هو الثمن الذي قمنا بقراءته قبل قليل. نتأكد من صحة المعلومات ونتأكد من العنوان. الرقم هنا معلومات هنا في هذه الخانة التي توجد في الأسفل. سوف نقوم بكتابة الاستفسار الخاص بنا. يعني إن غيرتم رأيكم قبل أن يتم شحن المنتج يمكنكم كتابة أنكم ترغبون باللون الأسود. أيضا يمكنكم توضيح المقاس الخاص بكم أو فيما يخص الوزن حجم الوزن الخاص بكم. أيضا الطول. أيضا أيديكم أي توضيح آخر يمكن يساعد على تحديد المقاس الخاص بكم يمكنكم إرساله إلى البائع. سوف نقوم بالنقر على Place Order. أنا لن أقوم بالنقر على Place Order لأنني قمت مسبقا بشراء هذه الجاكيت ووصلتني إلى أنني نسيت أن أقوم بعمل درس لها. إذا سوف أقوم بالنقر على لن أقوم بالنقر على Place Order وسوف أدعوكم بالنقر على Place Order. بعد أن تقوم بالنقر على Place Order سوف تظهر لنا خانة أو شاشة صفحة أخرى. في هذه الصفحة سوف أشرح لكم ماذا سوف تفعلون. لكن نفترض على أنكم نقرتم على Place Order. بعد النقر على Place Order سوف تظهر لنا هذه الصفحة وهي تقريبا آخر صفحة فيها يعني نختار وسائل الدفع. كما تشاهدون معي هناك ماستر كارد، فيزا، وسيلة دفع اسبانيا، امازون، مايسترو، ويب ماني. نحن سوف نختار الوسيلة التي سوف نرغب بها. سوف اختار انا فيزا. في الخانة الاولى سوف نختار الاسم اللقب. سوف نقوم بكتابة ارقام البطاقة البنكية، ايضا expiration date وهو تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، مكون من الشهر السنة. كما شاهدتم معي هذه الطريقة شراء جاكيت من الانترنت، ليست بالمعقدة وبالصعبة. المرحلة التي تبقى الان وهي انتظار واستلام المنتج. سوف نلتقي في الجزء الثاني حيث سوف نعرفكم على ما الذي نقوم به فور استلام المنتج. ايضا سوف نقوم بعمل انبوكسين للمنتج او للجاكيت.